أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وهيكون معانا كابتن محمد يسري لاعب نادي الزمالك وسيراميكا كليوباترا السابق ومدير أكاديمية سكرر. خليكم معانا بعد الفاصل. ما تنسوش ورجعنا لحضراتكم من جديد. كابتن محمد يسر، ازيك؟ ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الله يخليك. انا سمعت انت اهلاوي. الحمد لله. الحمد لله كده. انت طمنت قلبي. لابس محمود. اه بجد. ولا اوعى تكون بتضحك عليا. بقى ايه زملكاوي وعمال بقى ايه كل الضيوف جايبين زملكاويه، فمش هينفع كده. اهلاوي صريح. انا صريح. محمد كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب يا كابتن. وان شاء الله تكون سنه خير عليك باذن الله. يا رب علينا اجمعين. وعايزين بس الناس تعرف مين هو محمد يسري. يعني انا قبل ما اقول بس مين محمد يسري، انا ببارك لكم على البرنامج وان شاء الله ربنا يوفقكم وتكسروا الدنيا. انا اسمي محمد يسري وناشئين نادي الزمالك لغايه 18 سنه، وبعد كده ربنا ما كرمش لغوا المواليد 84. رحت مسافر على حرس الحدود، لعبت هناك 19 سنه مع المناطق، بعد كده طلعت على الترام، ومن الترام بعد كده طلعت على رحت على الجونه، وبعد كده الالومنيوم، وبعد كده رحت سيراميكا كليوباترا وختمت حياتي في الومنيوم سفاجه. طب انا عايز اسالك سؤال، يعني انا بستاذن الاساتذه معايا، بس اقول حاجه وانت ذكرتها دلوقتي. انت قلت انا اهلاوي وبتقول قعدت لحد 18 سنه في ناشئين نادي الزمالك، صح؟ قول لي الشعور اللعيب اللي بيبقى منتمي النادي وبيلعب في نادي تاني. يعني مثلا احنا لسه قايلينها كهربا، كان جايبين حازم امام في حديث قال لك كهربا كان اهلاوي، احنا عارفين ان هو اهلاوي. انت كان شعورك ايه وانت بتلعب في نادي الزمالك؟ يعني اول ما رحت نادي الزمالك انا كنت مخطوف شويه، لكن بعد كده طبعا شغلك فانت لازم تركز في المكان اللي انت فيه وتديله كل طاقتك عشان ربنا يكرمك. بس وهي كره كده، كرة انت انا مش هو اكل عيش، بس هو ايه يعني عايزك تقول لي ايه الاحساس من جواه. يعني لو لعبت النادي الاهلي انا كنت وانت في الناشئين، لا طبعا هركز مع نادي الزمالك وابقى عايز الزمالك يكسب. خلي بالك يا محمود، في حاجه عايز برضه اقول لك عليها. في لعيبه كتير بتلعب في النادي الاهلي وقبل ما تروح النادي الاهلي انتماءاتها للزمالك ومشجعه للزمالك وكانت وكان مش عايزين نقول اسماء وكانت بتبقى في المدرجات والعكس. بس انا اسف، هم ذكروا كده يعني. ايوه لا 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 انا اقصد اقول لك لا، يعني معلش برضو ايه، هم دلوقتي بقى ليهم جماهيرهم، وبعدين الجمهور بيحبه، وممكن يكون لعيب اعتزل فمش عايزين برضو. لا يعني طالما اللعيب انا يعني في ناس انا اعرفها انا مش هذكر اسمائها، لكن كهربا قال لك انا اهلاوي ولعبت في نادي الزمالك. كهربا معروف ان هو اهلاوي. يعني مش عايز اسال ابراهيم سعيد، انت لسه قايلها، هو ابراهيم قالها. ابراهيم قال لك انا كنت في الاهلي وخدت من النادي الاهلي كتير وبحب جماهيره، بس هو بينتمي للزمالك، ودي اعتقد مش عيب. يمكن دي لا لا مش عيب، مش عيب شجاعه. بس هو كابتن محمد قال لك حاجه، قال لك النهارده انا احترافي واكل عيشي مع النادي اللي انا فيه. أكيد هو النهارده راجل اهلاوي لعب في نادي الزمالك. نادي الزمالك بقى على التيشيرت اللي انا كنت بفكر بس فيه كده. بركز في التيشيرت اللي انا لابسه دلوقتي. اكيد طبعا. بس هي الكوره كده. طب بالنسبه كابتن احمد، بما انك مدير اكاديميه محمد ماشي محمد احمد يعني كابتن ميدو خلاص، بما انك مدير الاكاديميه بتعلم الاولاد الصغيرين، ايه اصعب حاجه بتقابلك بقى في التعامل مع الاولاد؟ نجلاء بعد اذنك، احنا قبل ما يعني نجيب الاكاديميه ونخش على الاكاديميه على طول، هو برضو يقول لنا اخباره ايه في الناحيه التدريبيه بقى مدير اكاديميه كده على طول؟ ما هو انت هو قاعد مع متخصص يا نجلاء. انا يعني امشي يا نجلاء. لا انا لسه قايل. طب نعمل ايه؟ مش لازم نقيمه دلوقتي؟ لا يا كابتن، انا الاول كابتن. ايوه كده كان هارينا بدني والله. كنا بنروح ميتين سبرنتات. وبعد الماتش بيعمل كده؟ لا كان في التمرين كابتن كمونه يقول له التمرين معاك. كابتن كمونه مين، سمير ولا محمد؟ محمد كمونه. تسخن الرجاله والبدني معاك ان شاء الله. انا كنت ببقى اخر الصف عشان اخلع. ماشي. انا يعني انا بطلت بسبب الاصابه، انا كان مشكلتي ان انا اصاباتي كتير وانا بطلت صغير الله يخليك. فبعد ما بطلت بسبب الاصابه دي انا قعدت بتاع 3 4 سنين في يأس، فكنت لا مبالاه.
بعد كده قعدت بقى افكر عاوزين في صحابي وكده، راحوا مسخنيني لغايه ما حرام تقعد حرام تقعد، فرحت داخل في مجال التدريب. بس ف يعني الصراحه اول واحد يعني فكرت فيه في مجال التدريب رحت مكلم كابتن محمد عمر النور، محمد عمر بتاع الاتحاد بتاع الزمالك، بتاع الزمالك اه كابتني يعني، وده بدايه يعني اول واحد حطني في الطريق يعني. الراجل اول يوم تدريب ليا قال لي الصفاره معاك اهي، انزل وما تخافش، انزل وما تخافش، اداني ثقه في نفسي، لان انا فعلا يعني انت عشان تخرج من طوق ان انت كنت لعيب كوره لمدرب دي حاجه صعبه جدا يعني. دي انت الاول كنت ما بتسمع الكلام من المدرب وخلاص، مالكش دعوه التدريب ايه هو، مالكش دعوه ايه اللي هيجي النهارده، مالكش دعوه انت في سلوكيات الناشئين، وانت لعيب كوره انت شايل نفسك بس، انت وانت مدرب شايل منظومه، ولازم شايل منظومه كامله فعلا. محمود بيتكلم بقى ان الولد في ظهرك اصلا، انت مديله ظهرك لو مش شايفه في مصيبه وراك. دي حقيقه. فالراجل اداني الصفاره وانا بشكره جدا جدا لانه وقف في ظهري جامد، و وهو ما شاء الله معاه يعني اكاديميه مميزه ومعاه فرقه مميزه جدا. فابتديت بقى من هنا، وبعد كده دخلت طبعا الدكتور جمال محمد علي بتاع اتحاد الكوره قال حاجه في النقابه هي فرقه معايا لغايه دلوقتي، ان الكوره فن وعلم. فن ده اللي احنا لعبناه والكوره وكل حاجه، العلم بقى ان انت لازم تشوف الجديد اللي في الكوره. كل يوم في حاجه جديده، كل يوم في تطور في الاجهزه في الادوات في الفكر في كل حاجه، وكل يوم الكوره فيها جديد، بلس ان اللي لعب كوره بيبقى خبراته اعلى طبعا من اللي يعني مارس. هو انا رايي مورينيو يعني اعتقد الوحيد يعني اللي بيدرب بس انا شايف ان اللي لعب كوره ودرس افضل من طبعًا. اللي درس بس ليه طبعًا. بقى لان بيبقى عنده خبرات يعني، سوري في اللفظ يعني، الحاجات بتاعت الكوره بتاعتنا بتبقى في دماغه. طب اللي انت هو امتى يقتل الماتش مثلا، امتى يزوده. سؤال خارج الأسئلة. السياق خارج الأسئلة. خارج السياق انت مع المدرب او اللاعب اللي يبطل اول ما يبطل يمسك فرقه دوري ممتاز لا او طبعا. يمسك فرقه براعم وناشئين يعني ده سؤال ده خارج بس جه على دماغي دلوقتي أنا رأي. لان انا بلاقي ناس معلش يعني انا بلاقي ناس لسه مبطله وتتحط في الاجهزه الفنيه لفرق. هقول يعني انا وجهه نظري يا كابتن، انا وجهه نظري ان هو اول ما يبطل لازم يتجه للدراسه. بس ليه؟ لا لأن في ناس انا اسف انا اقول لحضرتك لا في ناس فعلا عشان اقول لحضرتك ليه انت الاول يعني انت مفنش مثلا كوره، التدريبات دي انت كنت بتتفرج عليها يعني انت اللي بتعملها. دلوقتي انت لازم انت اللي تنفذها، فانت هتحط ازاي بقى الوحده التدريبيه؟ هتبقى عارفها منين بالزبط. انت كنت بتسمع عنها يعني بتسمع عنها من المدرب، ما بيجيش يقول لك اصل الوحده فيها مش عارف طب ايه. طب احنا معلش كلامك احنا مش برضه هنقول اسماء، بس في ناس فعلا زي ما هشام بيقول ظهرت مره واحده في يعني انا مش هنذكر اسماء مش عايزين خلاص، في ناس بجد اتحطت. طب ده ايه تعتبر ده خبرات؟ خبرات بس انا شايف ان الخبرات من غير وعلى تاريخ غير مثلا ليه يعني وكده خبرات وكتر تدريب وكتر مدربين فبقى عنده خبرات، بس الخبرات من غير دراسه انا مش شايف انها ليها. طب ما نخش بقى في سكه الحلقه وقول لي اهدافك اللي انت انشات عليها الاكاديميه. انا اول حاجه يعني انا وانا صغير قول لنا اسم اكاديميتك بس الاول عشان انا اسمها اكاديميه سكورة فوتبول اكاديمي. الاكاديميه دي في الازبكيه، الازبكيه دي المنطقه اللي انا اتربيت فيها فرمزيس وليها فضل عليا لان الناس دي يعني انا خرجت من مركز شباب الازبكيه ده مضيت في النادي الاهلي وبعد كده ما حصلش نصيب، بعد ما مضيت رحت ماشي جه اختبارات عندنا في المركز وانت رحت الاهلي من المركز والله يا محمود يعني كابتن محمود صالح مضاني من مركز شباب الازبكيه، وبعد كده ربنا كرمني رحت رايح ناشئين نادي الزمالك مع كابتن محمد توفيق. فالازبكيه دي ليها فضل كبير عليا، مركز الشباب ليه فضل عليا. انا مركز الشباب ده اول ما وعيت كره وعيت على مركز الشباب ده، وعيت مثلا كان عندنا يعني قامات في الكره كابتن عصام صالح وكابتن امام، دول يعني الواحد وهو صغير كان بيتفرج عليهم. امام مين؟ لا ده كان اسماء كانوا لعيبه في الاتصالات بس اخلاقيا حي برضه كابتن امام محمدين اخلاقيا وسلوكيا فرقوا معايا في حياتي. طيب احنا بقى يعني بما انك اتكلمت بقى في الاول وقلت انا كنت انكم بقى لو سمحتوا انا بيقول هارينا انا مش هقوم الم الكور، انا سالته سؤال انتوا ما جاوبتوش. انتوا اتنين رجاله، انا اجيب واحده بقى معايا ولا اعمل انا ايه؟ صح ولا اقوم الم الكور بقى ولا اعمل ايه بقى؟ يلا انا نسيت كنت هقول ايه. ايه بقى الموهبه اللي انت لقيتها عندك في الاكاديميه؟
هو انا بس قبل الموهبه انا عايز احكي بس انا عملت الاكاديميه ليه. معلش انا قاطعتك. طيب انا عملت الاكاديميه دي لان انا من وانا صغير يعني لما اول ما رحت نادي الزمالك ووصلت 18 سنه انا كان نفسي يعني بعد ما بطلت انقل الخبرات بتاعه الكوره بتاعه للمنطقه. ففكرت في المنطقه ليه؟ لان المنطقه في لعيب الكوره بس ما فيش دماغ. يعني السلوكيات طبعا عشان بتختلف. المنطقه بتختلف فتلاقي واحد مثلا لعيب كوره جامد جدا ومش مفكر فيها وبينام الساعه 3 ومش فارق معاه الكوره ولا يعرف شكل التدريب ايه، مع انه لعيب جامد جدا لو تطور من نفسه من التدريب وكده هيعلى. ففكرت بقى ان انا فيديوهات. طب ممكن نشوف فيديوهات للاكاديميه يا كابتن ميدو؟ ماشي. ممكن تورينا فيديوهات للاكاديميه لو سمحتوا؟ طب لحد ما يحضروا نكمل كلام. بس فالفكره جات لي من هنا، فطبعا رحت الرئيس مجلس الاداره. طب كده دول مين بقى حضرتك؟ ده رئيس مجلس اداره المركز استاذ وليد علام بشكره، ودول جبت كباتن نادي الزمالك عن طريق كابتن هشام ابراهيم. كابتن هشام ابراهيم ده كابتن ده في الافتتاح. ده في الافتتاح كابتن هشام ابراهيم ده اللي على الشمال، وجنبه كابتن احمد عبد الرؤوف ده كان زميلي في الجامعه وفي نادي الزمالك. ده كابتن رؤوف. وده كابتن ايمن عبد العزيز، وده كابتن طبعا حماده عبد اللطيف الحاوي. والهناد دول كابتن هاني وكابتن محمد فاضل، دول اكاديميه الموهوبين. جيت وقفت جنبي كان معايا 5 لعيبه جولي بالاكاديميه كلهم كملوا لي التيم 25 ما شاء الله واحد، فبشكرهم. فده كان حفل الافتتاح. يعني انا مش عايز اقول لك المنطقه كانت مقلوبه، الحاوي كان عندنا وكابتن هشام ابراهيم يعني بشكره جدا جدا، وبشكر استاذ وليد علام، واشكر برضو مدير المركز استاذ احمد لمنوم وعم سيد وكابتن محسن وكابتن زكريا، كل الناس دي كانوا في ظهري. وده كده في الافتتاح كلمه للناس كلها كانوا بيتكلموا فيها تشجيعا للولاد. يعني طبعا ده شغل الاكاديميه، ده الجون بتاعنا، ده الشغل بتاع الاكاديميه. ده شغل الاكاديميه، ده كابتن يوسف، وده الجون بتاعنا كاحمد عبد المجيد كان جاي تقيل جدا نزلناه جامد. الاولاد دي عندها كام سنه؟ ده عنده 13 سنه. ده جون كويس بس مشكلته في مخه برضه دايره. ودول بقى الاطفال من سن 4 سنين ل 8 سنين، وبعدين احنا جايبين كور المقاس للاطفال وكل حاجه. دي الاكاديميه بتاعت الموهوبين اللي جت وقفت معانا، ده في الافتتاح. هي مش كره واحده يا كابتن ميدو اللي يلعبوا بيها؟ لا ولا لا، هو ده بقى اللي بقول لحضرتك، هي دي الدراسه. هي دي بقى الدراسه، دراسه ان كل سن ليه كوره معينه للاعمار عشان ما تبقاش تقيله على يعني رجليه. هتجيب له مشكله لما يكبر، هيجي له مثلا ممكن يجي له تليف في الاوتار، ممكن يجي له ضعف في وش رجليه عشان يعرف ينطقها، لان الكوره تقيله عليه. الخمسه الناشئ اللي هو الاربع سنين او البراعم من 4 سنين لغايه 9 سنين كوره 3 يعني على قدهم. فعشان كده بقول لك الدراسه بتفرق في الحاجات دي. انا الحاجات دي ما عرفتهاش غير من الدراسه ولا كان عندي فكره عنها والله، عرفتها من الدراسه ومن كابتن عمر. هو الفيديو دوت احنا كررناه، عايزين نشوف التاني. عايزين نشوف بقى التاني لو سمحت. ايوه عمال ما يحضروه. طيب هيبقى مع حضرتك طبعا. ده كابتن محمد زاهي، ده انا ممسكه من 4 لغايه 9 سنين معاه، ده انا بشكره جدا جدا، بيتعب معاهم جدا جدا. سؤال كده واحنا الفيديو شغال، هو الاطفال يعني مش عايز اقول متعبه باللفظ بس اكيد يعني استيعابهم للكوره، التعامل معاهم، لا ده حاجه استيعاب، ده حاجه لا استيعابهم كويس، بتعرف تشكلهم على طبعا يعني بتعرف تشكلهم. وبعدين يعني ده حاجه جميله جدا، الولد الكوره نفسها الولد لو حبك بيعمل اي حاجه والله. لا ما انا بتكلم في لمس الكوره، كل حاجه ليها يعني. يعني مثلا من 4 لـ9 سنين دول ليهم وحده تدريبيه مخصوصه ليهم. طب قبل يعني دول حياتهم كلها بالكوره. بس معانا يوسف. الو معانا الكابتن يوسف، احد المدربين مع الكابتن محمد يسري. وهو قبل الحلقه كابتن محمد شكر فيه جدا وبيقول انه من المدربين اللي عندها صبر وبيعلم الولاد، وده يعني مدرب عالي ما شاء الله. ده هدفنا. ف بنرحب بالكابتن يوسف. الو برحب بحضرتك جدا، شكرا يا كابتن هشام على الكلام الجميل اللي حضرتك بتقوله عنك. لا والله انت تستاهل كل خير، ويعني انا كنت اتفرجت على الشغل بتاعك، ربنا يوفقك ويكرمك ومنورنا، وكل سنه وانت طيب يا يوسف. لا انا منور بحضرتك والله. انا في الاول بشكر رئاسه البرنامج والمقيمين على العمل، وبحيي الكابتن هشام لحضرتك بصفه خاصه حبيبي على العمل الرائع والمجهود. ده عمل الزملاء، انا لسه النهارده اول يوم معاهم. ما انا فاهم كابتن ايه؟
انا فاهم حضرتك. كابتن يوسف احنا قاعدين برضه ولا بقى وهشام قاعد بقى خلاص؟ لا ده هو بينطق الكوره. نطق كويس، نطق. ماشي ماشي ماشي، اتفضل حضرتك. اتفضل استاذه نجلاء. استاذه نجلاء ايه بقى يا كابتن؟ تخليت استاذه نجلاء. تخليت استاذه. نطق كويس بس يا كابتن يوسف، اتفضل حضرتك. على ده كابتن يوسف ولا على اليمين ده كابتن محمد؟ معاك الكلمه كابتن يوسف، اتفضل. اتفضل يا كابتن يوسف. انا كنت لسه هشكر لسه يا استاذ محمود، خلتنا. ولا يهمك يا حبيبي، انا بهزر معاك، انت شرفتنا طبعا. حطك في جيبه ده ملوش حل في الكلام بجد. اه ماشي يا كابتن، اتفضل. اتفضل يا كابتن يوسف. يوسف انا عايز اسالك سؤال كده يا يوسف. اتفضل يا كابتن. ما حسيتش ان الموضوع بالنسبه لك انت والكابتن محمد انكم تبداوا في اول سنه ليكوا تدريب انكم يبقى عندكم اكاديميه، او ان الكابتن محمد يبقى عنده اكاديميه مره واحده كده بدون خبرات وبدون برامج خدها من متخصصين؟ بس انا شايف ما شاء الله انتوا عاملين شغل كويس جدا، يعني انا ببص على التدريبات لقيت حاجه جميله جدا، ولقيت ناس بتعلم وناس عندها صبر يعني حاجه كويسه جدا يعني. فانت ما حسيتش ان الموضوع ده صعب؟ يعني ما جيت لما كابتن محمد كلمك ما قلتلوش طب استنى، طيب نروح نشتغل في اكاديميه تاني نكتسب خبره اكتر، ولا انتوا خدتوا التجربه على طول؟ لا اقول لحضرتك، انا بقالي تقريبا داخل في السنتين اهو شغال في المجال. تمام. وانا تربيه رياضيه. تمام. خلص. ايوه هو ده. هو ده. وكمان أكاديمي. كنت بلعب يعني تقريبا لسه قاعد السنه دي. تمام. عشان متفرغ للتدريب بس. تمام. فبالنسبه حته التدريب دي بتاعتي، فانا اشتغلتها كتير. تمام. اه كابتن ميدو من الناس الكبيره بالنسبه لي، حد عزيز عليا جدا، اخويا الكبير. تمام. فهو لما قال لي الفكره انا بصراحه ما ترددتش، لانها تستحق المجازفه، يعني خطوه كويسه في العمل بتاعنا. تمام. كده كده التدريب هنا وهنا كل واحد تقريبا، العقليات المصريه كلها متشابهه في حاجات بسيطه بس، فاحنا ما تردناش، احنا خدنا المعركه وخدنا نجازف فيها، ما كناش احنا لوحدنا، احنا كان معانا اكتر من حد كمان بيساندنا، عن الكابتن عصام والكابتن امام في المنطقه، فكانوا دايما في ظهرنا. انت من نفس المنطقة بتاعت كابتن محمد يسري؟ لا يوسف من المنصورة. من ايه؟ انا من المنصورة وقاعد هنا. والله ما شاء الله. خلي بالك خلي بالك، تحية للمنصورة يا نجلاء. طبعا. المنصورة دي ولادة بلعيبة الكورة والمدربين. كابتن ياسر للأمان. ريان. اه فعلا دي حقيقة يعني. كابتن ياسر ريان والكابتن ولا نعرفه. مين كابتن ياسر ريان؟ لا النادي الأهلي يا نجلاء، نجم مصر. نجم مصر. لا دي ناس لعبت في المنصورة. يعني لا في ناس كتير. حبيبي وأخويا كابتن حامد فهيم يعني. مش عايز أقول لكم. أنا بكلم على الأهلاوية. الحمد لله أعرفه. أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟ أهلاوي. مفيش حد بيشتغل مع زملكاوي. كابتن عمرو زكي. وكابتن عمرو زكي طبعا طبعا طبعا. احنا بس بننكشك يا يوسف شويه. الله يخليك حبيبي يا يوسف. احنا ولا يهمك. احنا بنشكرك يا يوسف على مداخلتك، ويعني بنتمنى لكم التوفيق، وربنا يوفقك كده يا يوسف، وان شاء الله يقبلنا حلقات تاني وتيجي معانا ان شاء الله، تشرفنا ضيف عزيز ان شاء الله. ان شاء الله انا اتشرف بيكم. شكرا حبيبي. ربنا يخليك يا حبيبي. ان شاء الله. شكرا. في حاجه بس يا كابتن انا كنت عايز اتكلم فيها. اتفضل اتفضل. في مشكله في مصر، الناس فاهمه الاكاديميه انها بيزنس وفلوسه بس. انا شايف وجهه نظري ده مفهوم خاطئ. انا وجهه نظري ان الاكاديميه دي، ان واحد بيعمل اكاديميه كره قدم، الاكاديميه دي بتعلم كل حاجه خلقها ربنا. انت المفروض توري الولد كل حاجه، تعلمه سلوكيات، تبقى ما عارف هو بيعمل ايه في البيت، تشوف حياته، تعلمه كوره، تعيشه ان هو في نادي. انت حتى قلت اللي هو من كتر حبه فيك ممكن يعمل لك كل اللي هو بياخد تعليماتك. وبعدين اللعيب بيحب المدرب اكتر من المدرس بتاعه. ليه؟ لان المدرب بيديله اللي بيحبه، المدرس هو ممكن يبقى بيديله ماده ما بيحبهاش، فهو جاي عشان بتديله اللي انت بتحبيه، فممكن اي حاجه عشان خاطرك يعملها. فانا شايف ان الاكاديميه في مفهومها في مصر غلط. الناس هنا بتعمل اكاديميه ومش فارق معاها الولاد ولا دايت صاب. بص يا محمد، بص هو مش كل الاكاديميات، مش كل الاكاديميات. انا بتكلم في يعني في الغالب يا كابتن. لا في بص في يعني اه طبعا في اكاديميات كبيره، في اكاديميات ليها اهداف. لا 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 انا هقول لك، في اكاديميات ليها اهداف. انت النهارده الاكاديميه بتاعتك ليها هدف صح، ودي حاجه ان شاء الله دي حاجه هتنجحك وحاجه هتبقى مميزه ليك. تمام. مهم جدا عندنا ان احنا عايزين نعرف منك ازاي بتساعد اللعيب الموهوب.
اللعيب الموهوب ده كابتن لما بنلاقي انا وكابتن يوسف وكابتن محمد لما بنلاقي حد شايفين فيه الموهبه او لافت نظرنا ده بنزوده في فقرات تدريبيه. بنيجي يوم الثلاث مثلا، احنا يوم الجمعه والحد في كمل ولا لا يوم الجمعه والحد عندنا احنا الاكاديميه من 6 ل 9، بنيجي يوم الثلاث ده بتبقى تزويد للعيب الموهوب، نشوف ايه اللي ناقصه تمام فبنزوده له، مثلا ناقص لياقه بدنيه، عنده مشكله في المرونه والرشاقه، عنده مشكله في التحرك، فبنبتدي نشتغل على كده. وبنعمل كمان يا كابتن عندنا في الاكاديميه، يعني احنا كنا عاملين لهم قياسات. يعني اشتركت بيهم في دوري الاكاديميه؟ اشتركت بيهم في دوري بتاع الحريف ده، لسه كنت بشترك فيه الاسبوع اللي فات بس انسحبت لانه رحت لقيت المزورين وكده وخفت على الولاد. فرحت بعد ثالث ماتش خدت الولاد ومشيت. بس ان شاء الله داخل دوري تاني يوم 29، داخل بفرقه 2007 عشان هم اكتر سن مميز. ان شاء الله اخش بيهم يوم 29 في دوري اسمه دوري البراعم، معمول تبع القوات المسلحه. ميزو انا عايز اقول لك على حاجه، احنا النهارده في راس السنه وان شاء الله تبقى سنه سعيده عليك وعلى اسرتك طبعا باذن الله، وعلى الاكاديميه، وخلي بالك من الاولاد. الله يخليك. وعايزك تحتفل معانا بالتورته، ايه رايك؟ نحتفل بالتورته. يلا يا رجاله. يلا يا اولاد دخلوا لنا التورته. على ما تيجي التورته بس قول يا حبيبي انا قول. عايز اشكر برضو في فرد معانا في الجهاز كابتن اشرف ده. انت يا ريت تشكره قبل كابتن اشرف. معلش معلش، قبل كابتن اشرف انت لازم تشكر الحاجه. يعني انت خلي بالك، بص ده انا اللي بغششك في الاخر عشان احكي اللي كل حاجه. لا انا كابتن اشرف ده عايز اشكره لانه ده الدينامو بتاع الاكاديميه. ده اي حاجه بنقولها له بيعملها. ده الاداري يعني، مدير اداري. ده الاداري، ده اي حاجه بنقول له عليها بيعملها لنا، وده ربنا يخليه يعني شايل الليله كلها، ربنا يكرمه. بس طبعا والدتي دي انا عايز اشكرها، لان والدتي دي ست وراجل من وانا عندي 19 سنه. والدي متوفي وانا على ثلاث بنات ما شاء الله. يعني بشكرها جدا جدا انا، وبدعي لها ربنا يشفيها لانها تعبانه. ربنا يعافيها. بشكرها جدا لان هي شايلانا، وانا عندي ثلاث اخوات بنات رجاله برضه، كلنا كنا في ظهر بعض. فانا بشكرهم من هنا جدا جدا جدا. بس اكتر حد بشكره والدتي، وبشكر برضه يعني اهل الازبكيه لان دول كانوا صبورة الظهر في كل حاجه. ميدو بقى خلينا نشكر احنا كمان، انت تشكر في بيتك وانا اشكر وناخد الكلمه من وناخد الكلمه من ميدو برضه. طبعا. وانا برضه بشكر ابويا وامي وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين وربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب. خلي لي جوزي وعيالي و كل سنه وانتم طيبين، ويخلي لي اخواتي يا رب ويا رب يا طبعا انا برضو بقول ويديم المعروف ما بيننا يا رب. يا رب اللهم امين، ان شاء الله سنه سعيده علينا وعلى جميع المصريين. وربنا يخلي زوجتي واولادي واهلي ويخليكم ليا وانت عامل شايف. انا بقول لكل اهلي واسرتي، والدي ووالدتي وزوجتي واولادي، كل سنه وانتم طيبين، وكل اصحابي وحبايبي واخواتي، ان شاء الله تبقى سنه سعيده علينا إن شاء الله. وربنا يرفع عنا الوباء اللي موجود دون ويحفظ اولادنا. وبرده هنكرر كلامنا ونقول خلي بالكم وناخد بالنا والاجراءات الاحترازيه ونحاول نعمل التباعد. يا ريت الناس ما تستهونش والله. معلش يعني نخلي بالنا ولازم نوعي، وده دورنا ان احنا نوعي الناس. اكيد طبعا. كل سنه وانتم طيبين وحلقه شام. سعيده وانا مبسوط بيكم وان شاء الله يعني. واحنا اتشرفنا بيك يا هشام. انا اللي اتشرفت بيكوا وسعيد بجد. انا بقى بعيد عن الرسميات، انا بجد يا هشام اتشرفت بيك طبعا. حبيبي يا محمود ربنا يخليك، انت معانا بجد يعني. ما تحرمش بيك لينا. انا في حاجه، انا بشكر اسره البرنامج طبعا. وبشكر الاستاذ نصر الشاهي. تعالى يا استاذ نصر. تعالى يا استاذ نصر. ده بقى اللي تعبنا يا جدعان وكل الناس، ويا ريت تتفضلوا معانا. والله انت بقى اللي تعبنا يا نصر، طلعنا متاخر بس عشان انت بحبك. لا مش مشكله، اللي يقع منك ما يهمك. يلا يا عم عزب، يلا كل اللي في الكنترول يجوا، كل اللي في الكنترول يجوا من فضلكم لو سمحتم. ايه ده؟ طب ممكن بس الكاميرا تيجي على التورتايه؟ عم عزب ارفعها لفوق. انتوا كلكم بتعزموا دايما بتيجوا عليا انا. وسنة سعيده. هو فين اللي في الكنترول وانتوا ما جيتوش ليه؟ تعالي يا مان شكلاني لو سمحت. مش مشكلة، سيبه دلوقتي وتعالى، هو هيخرج لوحده. لا ما تترفدش يا حبيبي، تعالى. ممكن تيجي معانا لو سمحت تثبت الكاميرا وتيجي معانا. لا لا تعالى. تعالى يا عم عزب. عم عزب تعالى. طيب. تعالى يا عبد السلام. يلا. بسم الله. حط ايدكم كده بقى. احكي حاجة قبل الختام. قول يا حبيبي قول. تعالى يا منى، اقف جنب الأستاذ. تعالى يا منى. حط ايدكم كده. حط يا محمد. حط يا كابتن. حط يا ميدو. حط يا منى ايديك كده.
تعالى يا عم عزب جنبيلا لو سمحت بعد اذنك. ماشي. كل سنة وانتوا طيبين وسنة سعيدة عليكم وان شاء الله تبقى سنة سعيدة على الجميع. عايز اقول حاجة بس قبل الختام. قول. يعني انا من هنا بس يعني عايز اقول للرجالة اللي معايا واللعيبة تركز وتسمع الكلام لان الفرصة دي مش هتجيلهم تاني ان شاء الله، لان هو كل حاجة بيشوفوها في التدريب وهم مقصرين. فبقول لهم يا رجالة ما جاش خاطركم، عايز كتب ورجاله عشان خاطرنا احنا بقى. طبعا عايزين نطلع محمد صلاح بالعشرة. وعايز كمان برضو في واحد بس معلش انا قول انا عايز الفيديو ماشي. قبل ما نختم عايز الفيديو بس بتاع ياسين ده. ياسين ده طلع من عندنا من الاكاديميه، ربنا كرمه في وادي دجله ان شاء الله، عنده 9 سنين. اه انا كنت بس طلع له بقى الفيديو بتاع ياسين ده لان انا معايده طلع الفيديو لغايه الساعه 2 وهو سلامه. وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم جميعا. خلي بالك مننا يا نصر، انا بقول لك قدام الكاميرا خلي بالك مننا. ايه كل سنه وانت طيبه، سنه سعيده عليكي. كل سنه وانت طيبه انزي ماشي. بقى حطينا الفيديو بتاع ياسين.